الاجراءات اللي كاين دابا حاليا هو تاخذ قيد، يطلع معك قيد من ايميليل باش تكون محمي وعارف الطريق وعارف ما يمشي تطلب برجع يردوك ترجع باش ما كان لا سوا النصارى سوا المغاربه، هادشي اللي كاين. وشحال القيد؟ القيد اذا كان ولد البلاد لا تعرف يجيك فابور كان تيجي بارك وتطلع معك. وباش غادي يعرفوا بلي هو قيد ولا لا؟ هو ولد المنطقه، تيكون ولاد لي جوندار معاهم ولاد المنطقه اللي عارفين اللي عارفينهم ما عارفين بعضياتهم وصافي. كيفاش دير القضيه؟ صعيبه شويه؟ لا الحمد لله، الطريق سالك والدنيا عامره والناس طالعه ناشطه ضحكه وكسلك. هذا العام هذا سي المهم اخر مره غادي نطلع فيها لتبقال، مي جو بونس دابا ولا ان بو اكزيجي بيسكو ضروري خصك يطلع معك كيد. تيقولوا بانه بوغ لا سيكوريتي ديال الناس اللي تيديروا لي روندوني، و جو سي با واش سي فري بيسكو لا سيكوريتي ديال يقدر تاسيريها تا الرفوج. مي الكيد اون با بوزوان دو كيد باش يورينا الطريق بيسكو تنديروا لو تراجي بريسك سي فوا سات فوا فاس باغون. دونك بالنسبه اللي تيديروا لي روندوني اللي عندهم ان موان بودجي شويه سي ان بو ديفيسيل دو باش ياخذوا كيد ب 300 درهم 400 بار جو. دونك الى لو تراجي تديرو في دو جور دونك خصك 800 درهم. دونك بحال الى حبسوا بيحبسوا الناس، حبسوا الناس على وحتى الناس المنطقه غادي تضروا من بعد بيسكو ماشي الناس اللي ماشي النصارى اللي تيجيونا ناس باغ اكزومبل تنتمو دايزين واخا ما محتاجين الخبز تتلقى شي حد تيبيع الخبز تتعاون معاه تتقدر الخبز. دونك غادي تضروا حتى هما الون تيرم غادي تضروا. قبل كان مزيان كتجي كتمشي بوحدك غادي مزيان كلشي مزيان، مي دابا هما فرضوا انه خصك تاخذ الكيد. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش وبالنسبه للاجانب ضروري من اجل الامن ديالهم واجب، ولكن بالنسبه للمواطن المغربي العادي اللي من هواه التسلق الجبال وهذه صعيب عليه انه يبقى كل مره جاي كيدير لي تراجي سته المرات في العام خمسه المرات في العام اربعه المرات في العام باش انه يبقى يخلص لي كيد وهذه. ولكن حتى هي من واحد الناحيه اخرى هي مزيانه لاولاد المنطقه انه غادي بالنسبه لهاد المهنه ديال الكيد انها غادي تحرك شويه غيولي بنادم اوبليجي ياخذ الكيد، يعني اي واحد غادي يكون عنده فرصه باش انه يخدم. هو نورمالمون كبارك بحال تبقال خصو نورمالمون كيد من شحال هادي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم وكيجيو اللي غوندوني، ولكن بالنسبه للي جانو هادي ما زعما ماشي ما يحتاجوش. اول حاجه تنشكركم على الزياره ديالكم لهاد المنطقه، وانا واحد بين الشباب ديال الامن اللي خدامين في هذا الدومين السياحه كمرشد سياحي. و بالنسبه سميتو اللي عندنا هنا هما لي زاكتيفيتي واحد منهم اللي معروف هو صعود القمه تبقال اللي تتعدى دو جور ديال تبقال ولا ثلاث ايام على حساب التوقيت ديال الناس. والحمد لله الناس خدامه هنا كما شفتوا السياحه كلشي بخير وعلى خير، ناس ناشطة وكما قلت لكم تنشكركم على هذه المجيء هنايا. واخا قول لي هاد المهنة كمرشد واش فيها شوية كتقدر تعيش بها؟ اخويا اش غنقول لك، اي مهنة كما كانت سترات بنادم خدام فيها عايش وراضي بها. كان اللي تخدم هنا السيمانة فهمتي، تخدم دابا نعطيك ليكزومبل، تخدم دابا شهر جوج المرات درتي واحد جوج طلعت لتبقال انت جيتي جبتي واحد 1000 درهم فهمتي. راه ماشي الجميع كمرشدين. انا بغيت ناخذ كيت شحال خاصني باش نطلع لتبقال؟ شحال خاصني نعطيك؟ خصك تخلص واحد على حسب، كنتو جروب راه غتاخذوا دو كيد، الكيد تتقام عنده طريفه من 300 درهم حتى 400 درهم النهار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.